بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النشم ومفيض النعم ومانح القشم، المعلم باللسان والقلم، منزل الأحكام وملهم الحكم. له الحمد من أجل وقجم، وله الشكر على ما أولى وتمم. امتن علينا بالبعث فينا رسولا من أنفسنا أنفس العرب والعجم، فعلم وزكى وهذب وقوم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتلى عليه الحق تبارك وتعالى بأنه على الحق المبين، ويهدي الصراط المستبين، وأنه على الخلق العظيم، وزاد فخلد على رسانه وببيانه وحيا هدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير متمما هائلا، ولقنه أن يعلن في الناس قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه، واجعل صلاتنا وسلامنا عليه منقذا لنا من الظلمات، ومخصصنا بالمنن والمكرمات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك المحدود لكل متعرض متوسل شائل. وبعد، فنتابع حيث انتهينا إليه في مقدمة التوصية ابن عصية، والتي أشرنا إليها في اللمح بقولنا: وصدر المحرر الوجيز بمباحث لها تنجيز، أو مباحث لها تميز، فضل له أو فضل له تدبر يقربه، مراتب أحرفه مكتتبه، معرب إعجازه الأدب، ثم سماه تلك تسع تطلب. تسعة مباحث الضربة، انتهينا إلى خاتمتها إن شاء الله. والفصل المعنون بقوله، أو الباب: باب تفسير أسماء القرآن وذكر الصور والآي، أو ذكر الصورة والآية، أي ذكر تفسيرها. والختم بهذا الباب: وقبيله ببويب صغير بحيث، في مسألة أسلوبية تتعلق بما ينبغي التحفظ منه، تحفظ به، تحفظ منه تجاوزا، تحفظ به انتقاء. حين نتحدث عن شؤون الله العالية ونحن بصدد التفسير، وكان الفصل هذا الفصيل أجل لديك، وكان هذا الفصيل الصغير أو البحيث فيه اعتذار عن ملام، وفيه أنواع من الأدب الذي ينبغي بالمقام، حديث عن أفعال الله التي لم يرد في إسنادها توقف من الشارع، من الشرع. تعلمون أن أسماء الله وصفاته المتبجة له ينبغي أن تتلقى من الشارع توقفا، وما ألحق بها عند بعض أهل العلم بالتوحيد فله ضوابط وشروط، خشية أن يوهم خلاف المراد، أو يأتي بأمور أخرى لا تدل على الكمال، أو فيها إهام نقص أو مثال أو تحيز أو حدود نحو ذلك مما يتنافى مع التسبيح. يعني عندنا أمر في القرآن، كليات عقائدية، يعني كلية التسبيح: سبحه وسبح باسمه وسبح اسمه، ثلاثية التسبيح. ولا، هذه مقامات مختلفة على الصحيح إن شاء الله عندنا، لا تختلف العبارة إلا وراءها معنى مختلف، هكذا علمنا القرآن في أسلوبه دقيق. سبح ربك نزهه، وهذا أوسع لأنه تعلقه بالذات العلية، وسبح اسمه نزه حتى الاسم عما قد يوهم
مما مخالف لدلالة على كمال الذات أو الصفة أو الفعل. وسبح باسمه أي انطق بهذا الاسم الذي أوقفك عليه، ولله الأسماء الحسنى المعينة فادعوه بها، نادوه بها، اطلقوها عليه، اعرفوه من خلالها، كل هذا معنى دعوه. لكن لا تدعو إلا معروفا، فهي مداخل المعرفة، وهي الملتزم بها توقيفا في باب النداء، وإن كان أمر الإخبار أوسع من باب التسمية كما سيجون إن شاء الله، لا تعجلوا علينا. قلت أولا ما أدري كيف، هل نتمم إملاء أم نؤخره؟ الإملاء في الفصول التي كانت أو الأبواب التي كانت قبل هذا ما يتعلق بما سماه بباب إيراد ألفاظ في القرآن لها تعلق بلغة العجم، وما نبهناكم عليه من أن هذه المسألة الراجح فيها ما قرر له الإمام العصيري، وأن ما ورد في القرآن مما له تعلق بلغة العجم لا يحمل على التوارد، توارد اللغتين أو اللغات بتسمية الشيء الواحد به، تسمية المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، يقال فيه كذا هنا في هذه اللغة وهنا في اللغة، واتفق هذا دون أن يدعى أن أحد اللغتين أو اللغات أصل للبقية، ليس هذا ما أصل وليس الآخر فرع. فإذا انتفع هذا وزوجه جزئيا أي على ندرة، نسبيا على نسبة للإمكان، زوجه للإمكان للقائل به عظماء من كبار أهل العلم بالتفسير، أو القول بدل توارد الاستيراد، هذا اسمه الاستيراد باش تستحضروا شنو الاستيراد، هو استعمال كلم هي في العجم، في العجمية استعملتها العرب قبل نزول الكتاب، واستعملتها على قانون لغتها، عربتها، والتعريب في معاني له قانون في اللغة، وتجيب الكلمة حتى تخف عجمتها، تقل عجمتها، وحتى تدخل في أوزان اللغة، تخفف أحيانا بالنقص وأحيانا بالبدل وأحيانا تغيير وزنها وإزال ما يبدو متنافرا من أحرف الكلم حتى تصبح وكأنها من نوع الفصيح، وهذا من أسباب الالتباس على بعض أولادي عربية وأولادي عجمي. قلنا لكم بأن لنا إملاء، قلنا لكم دائما نختم أحيانا الفصول بإملاء لتصيغ المستفاد بسابق الإلقاء، هذا واحد الفصل صغير دائما يكون بحال لازمة أننا نرسخ المستفاد السابق المتقدم بإملاءات لاحقة ولو جزئيا في مثل هذه الأشياء. مثلا في موضوع تهذيب الكلم على القول بالاستيراد، هو شيء يرجحه الإمام ليس من عصية، ورجحه جمع كبير من أئمتنا، وأن اللغة لا بأس عليه في أن تقترض. مثلا جاء الحرير من الهند اسمه سنداس باس مثلا في الهندية، فعرب باسم سندس، وفعل من الصفات التي من الأوزان العربية في الأسماء وفي الصفات أيضا، فعل سندس، ويستبرق هو أيضا، هذا حرير رقيق وهذا غليظ، وحفي الكلمة اختيرت لأن فيها أيضا توافق مع أصول اللغة، سندس بما في السين من همس، وما في النون من شبه غنة اللاحقة، ولم يكن سندس، الرقة الموجن بغاية اللين والسلاسة، وهو أيضا وهما يسميه ابن جني رحمه الله بالمساقبة في خصائص اللغة، مساقبة الألفاظ للمعاني، المساقبة هي غاية الالتصاق، كأن اللفظ ينادي على المعنى من مكان قريب، هو يدلك على المعنى من مكان قريب. سندس قبل ما يظهر لك الثوب الرقيق يبان لك كأنك ترى لونه الأخضر والزرقة الفائقة وملمسه الحريري، سندس استبرق، وأبقى على هذه الحروف الراء الملحقة بالحروف حروف الاستعلاء، الحرف الوحيد المشتفي الملحق بحروف
اشتراه الراء كما معروف لذلك له باب خاص في رواية جورج، مع أنه مستفيل بالأصالة ولكن ملحق يسمى بشبه المستعلي. والقاف أعرف حروف القلقلة، أعرفه أن القاف كل يعدها. الشاطبي رحمه يقول استغرق، يدلك أنه غليظ ثقيل، وهو كذلك. وسبحان الله العظيم كان عندي أنا التباس حتى رأيت الحرير الاستبرق والسندس وأنهما يلبسان معا، وأن هذا ثقيل غاية وهذا خفيف غاية شفاف، فعلمت بعض ذقت شيئا من لغة الكتاب وفائقيتها في البيان. إذن القرآن فيه كما قلنا نزل بلغة الفصحى، عرب لسان عربي مبين، يقينيات قاعدة قواعد الكتاب، ولكن فيه من لغات الوسط اللي جاية فصيحة غاية وسمى بلغة مضر فيها على قريش أسد وغيرها من وهديل وغيرها، ثم لغة الأطراف الجزيرة والمنتخب منها مثل لغة أسد ولغة الطي، وفيه من وهو قسم المعرب، وفيه من لغات غير العربي عربت واستعمل العرب قبل نزول الكتاب، ونزل القرآن على هذا الحد من التهريب، ولذلك لم يستغربوا نزوله. لو كانت أعجمية أو القرآن نطق بها أولا لقالوا ما هذا، ولكن لم يناقشوا هذه المسألة ولم يشكوا في عظمة فصاحة الكتاب وبداعة الكتاب وبلاغة نظمه أبدا، ولكن شيء من ذلك لانتقدوا. في مسألة ما نزل به القرآن من لغات العربي لغات الوسط ولغات طرف، قلنا وفي الكتاب من لسان العربي من وسط وطرف منتخب، وفيه أيضا من لغات غيرهم فرس وروم نبط سريانهم، سريان فرس نبط جهة العرق عاجم العرق، وبربر لغة المنطقة، ومنها مهل عند بعض أهل العلم باللغة مهل وهو دردري الزيت قدر الزيت المتبقي، مهل لما تكون السماء كالمهل مدابة وكدرة، وبربرين ونبطين كذا عبرانين، وبربرين قبصين قبص مصر كذا عبرانين لغة اليهود. سبحان من أنزله لكلهم، خلاص بقينا ما صدر به ابن عطية بقوله من قال إنه نزل بكل لغة، باللغة في القوم أي قوم رسول الله بمعنى قوم البلاغ الذين أمر به، وهم أمة الدعوة وأمة البلاغ. وفيه أيضا من لغات غيرهم فرس وروم نبط سريانهم وبربر قبص كذا عبرانهم سبحان من أنزله لكلهم. وفي مسألة تهذيب الأعجمي قلت هدب ما عرب في القرآن بالنقص والبدل للميزان مع درء ما تنافر في الأحرف حتى تراكم الفصيح الأعرفي. كمان بيتكم جهنم اسم النار في الفارسية، شوف كيف اعتراها نقص وخضعت لميزان من موازين الاسم كجهنم فعلل، وهو من الأوزان المنظومة في باب الأفعال عند ابن مالك رحمه الله في اللامية، فعلل غدرنف ففيها وخضعت لمثل هذه الأشياء. هدب ما عرب في القرآن بالنقص هذين وعمل الميزان بالنقص أحيانا والبدل أحيانا للميزان وخضع للميزان ميزان العربية لأوزانها مع درء ما يحصل من تنافر القلق بين مفردات هيدا وجيدة من قن عندنا إنسان عندنا القاف مع قفة أبدا ما عندنا القاف الجهرية المجهورة خالص المستعلية وما عندنا قاف، فلما جاءت
رجعت الأقرب منها. هذه الألوان من تصرف في الأعجمي، وهو مبحث في خصائص اللغة وبداعتها، وكيف اتسعت لغيرها، وكيف أنها ما ضاقت. رحم الله حافظ إبراهيم يقول في مدح اللغة: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة. لما اتهم بأن القرآن ما متمشاش مع العلوم، ولا وأن لغته يعني قاصرة عن ملاحقة منتهى إليه العلوم من كذا وكذا، والواقع كذب هذا، فترجمت العلوم كلها دون شيء. ولكن الذين اعترضوا كانوا لحاجتين في نفس اليعاقيب كما يقول. ثم قلت لكم بأن الأعلام الثلاثة، ابن الشبقي رحمه الله التاج، وابن حجر، وابن الكتب السيوطي، هذا لقبه اسمه قبه به أبوه ابن الكتب، ثلاثتهم اجتهدوا في إحصاء ما سمي معربا في الكتاب، فكان انتهت العدة إلى نحو من 100 ونيف وقليل، والمحرر منها أقل من النصف. هذه شيء قلة، لو حررنا لبقيت معنا قلة. وهذا الشيء قلنا في بحر عشرات الآلاف من كلم القرآن لا تجعله أعجميا، خصوصا أنه خضع للقانون. إذن عندنا عربي بالوضع والأصالة، وعربي بالاستعمال والمآلة. شوف تبو استعمل وآل العربي يعني لون منتج. قلت من أمثلتهم فيما تجدونه في المهجب، قول ابن الشبكي: السلسبيل وطاها كورت بياع بياع وصلوات ومساجد روم الروم، هذا اسم ليش عربي، وطوبى وسجيل وكافور. وقول ابن حجر: وزدت حرم وحرام على قرية، حرم وهي سبعية وحرم على قرية، ذلك حذف الحرام دائما جابت في القرآن إلا وحرام على قرية جاء بالحاء والراء والميم لأنها قرأت وحرم في الحذف إشاري، وحرم على قرية أهلكناها. وزدت حرم ومهل والسجل يموت السماء كطي السجل كد السري، جعل ربك تحتك سريا، بالعجمي هو النهر الصغير، فكلي وشربي، كلي من الرطب واشربي من الشرب هذا. والأب فاكهة وأبا، والجبت جبت والطاغوت يعني اسماء السحر بالعجم مذكور. وزاد من الكتب السيوطي قال: وزدت ياسين يا إنسان بلغة الحبش، والرحمن بلغة العبرانية، لأنهم تقولون الحاء خان رحمن، وهذه تجيون إن شاء الله في موضعها وسنخصص لها شيء عندما نجوز ذلك وناليش السعي الأخير. وزدت ياسين والرحمن مع ملكوتي، ثم سينين وشطر البيت مشهور، سينين طور، سينين مش سينين جمع سنة، سينين أي سيناء لغة في سيناء، وهذا مثلا من أصل قال سيناء ومرة سينين هو، وهي تعني النور في لغة العجم أو الجمال، وهي تقترب من الجدر العربي السناء، ولكن هذه الصيغة من سينين والمعناها الجمال، هذا خاص بعدي ملكوت وسين شطر البيت، شطر كأنه عربي وقيل معرب. هذه الأشياء تفيدنا إن شاء الله في التفسير لأن لها اتصالا بمعاني الكتاب. نعم شيخي، ماذا بقي عليكم؟ هذا إن شاء الله ما بقي يظهر، إذن نتابع. فنقول إن الختمة ختمة هذه الفصول بباب السماء أو الأسماء، أسماء القرآن، أسماء جملته جميعا ومجموعا، وأسماء فصوله المسمات صورا، وأسماء جمله المسمات آيات. هذا اللون من التسمية، وتسمية القرآنية تسمية
إسلامية، لم يكن يعرف قبل نزول القرآن شيء مكتوب، حتى في الكتب السابقة لم تكن تسمى قرآنا، وإن كانت تسمى كتابا وزبورا، ولكن لا تسمى قرآن. فهذا اسم عالم إذا أطلق ينصرف إلى القرآن، إلى جملته كل قرآن، وبعضه قرآن، الصورة قرآن، والآية منه قرآن، وكله فهو من اسماء الأجناس إذن التي تطلق، أو من أعلام الأجناس. وعندنا الأصل في الأعلام الشخصية تكون جامدة ودالة على ما أطلقت عليه بالإطلاق، إذا قيل مثلا جيد أو كذا وشيرالي تطلق عليه، ويدخل في الأعلام اللقب والكنية لنتائج، إذن تدل على الملقب والمكنى ضرورة، والإسم اسم الأجاة وكنية، كل هذه أعلام شخصية. لكن أعلام الأجناس تشبه الصفات، وهي الأعلام المطلقة على القرآن المنزل وعلى الله منزله، أسماء الله، لكن لا نقول أسماء أجناس، أسماء معاني. ولذلك سميت حسنى، إذ لا يوصف بالحسن غير الدال. إذا كان اسم لنا اللفظ هنا، إذا كان اللفظ لا يدل على شيء بحال إكس ويجريك على شيء معين نزول، فإنه لا إله فيه. وكذلك أسماء جامدة لا يلاحظ فيها اسم معناها في الاشتقاق، تقول عمر المراد منه العمر أو الزمن، أو تقول زيد المراد منه زيادة معينة، ما لا يلاحظ في الأسماء في الأعلام، لا يلاحظ في الأسماء الأعلام الشخصية. ولكن أسماء القرآن منزل، وأسماء المنزل الله، وأسماء المنزل عليه رسول محمد وأحمد، كل هذه لها معاني. أحمد الناس لربه، محمد منهم لكثرة محامده، أي كثرة الأخلاق المحمودة فيه، والعاقب والحاشر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما بينها قال وأنا العاقب لا نبي بعدي، يعقبني أنا العاقب لهم، أين الخاتم؟ والحاشر للناس، الناس يحشرون على قدمي، يسبق في الآخرة ثم يحشر الناس بعده على قدمي، يعني أولهم حشرا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأسماء كلها لها دلالة، وهذا إن شاء الله بينا إذا كنتم تتابعونا في محاضرة أو خطبة، وأن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على وظائفه وخصائصه وما وصف به مما يميزه عن غيره صلى الله عليه وعلى آله. أسماء الكتاب هي في الحقيقة الختم بها في معنى براعة الإكمال، وهذا شيء يتحراه أهل الفصاحة والبلاغة، ومنهم أئمة التفسير كيف لا يكونون، وهم الذين يعني جادت قرائعهم بخلطة الكتاب وأرصدة أهل القول فيه تفسير. براعة الإكمال كبراعة الاستهلال، براعة الاستهلال أن تشير في أول المقال بما هو القصد من المقال نفسه، وإن تشير في مطلع المقال لمقصد المقال بدءا فده براعة استهلال، وإن تشير للختم بالتمام قصدا فده براعة الختام، براعة الختام. وجوكني براعة أنه لو لم نبحث في ما سيجيه من أبواب ولا حصرنا التسعة، هنسمى باب التسمية تسمية القرآن، فإن هذا يدين بالنهاية، لأن تسمية الشيء تكون بعد تحققه ولا لا، بعد تحقق فهي خاتمة. إحنا نتيف غير المشهود عندنا، إما نسمي الوالد عندما بعد زيادة، هذا تحققه ووجوده يسمى، فلا تسبق تسمية المسمى. إذا سبق تكلمنا عن الفضل المسمى وعن شرف تفسيره وتناوله، ثم كيف تنزل، كيف كتب جمع، هل فيه شيء مما يخل بفصاحته بما يقال بالمعرب فيه وكذا، وما له تعلق للغة العجم به، ثم إعجازه من أي وجه هو. لا قال باب التسمية، فكان يدن بالختم جهة ويدن بمقصد تفسير كله، وهو الذي يسميه أنا لكم بأغراض المفسر، وهي نفسها مقاصد التفسير. فمثلا حين نتحدث عن القرآن، هذا سبق لنا فصل،
احنا القرآن المقروء قرآن فعلان من صيغ المصادر كغفران وشكران، فهو مصدر أو يكون مصدر بمعنى المفعول أي المقروء، وفي إشارة إلى أنه حقيق بأن يقرأ لأنه سمي بالمصدر أي ذو القراءة، كأن غيره ليس معدود فيما يقرأ أو غيره تابع في قراءته له، فما شهد له وأصله أو دل عليه وكان ظل له كان مقروءا بالشبع، كأن غيره لا. وكتاب لأنه جدير وحقيق بأن يكتب مكتوب، مقروء بالألسنة محفوظ في الصدور، لأن من معاني قراءة تلق، ومعاني قراءة الأصلية جمع بدون إشارة إلى مجموع فيهن، جمع في الصوت صحيح، جمع في النطق مجموع في النطق، وكتب جمع أيضا ولكن في السطر، وهذه جمع في السطر، فبينهما اشتراك في الدلالة لكن اختلاف مع اختلاف في الجهة أو اختلاف المتعلق، تجمعون في الصدر وما الذي يدل عليه؟ جمعوا في النطق لأنه الصدر هو محل الحفظ، نزل به الروح الأمين على قلبك، أصل فيه أنه جمع في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يسرناه بلسانك. وهنا يقول تبارك وتعالى فإن علينا جمعه وقرآنه، فدل القراءة أنه المتلو باللسان بعد الجمع، جمعه لك في صدرك وتيسيره استعادة واسترجاعا بلسانك، أن جمعه ثم أن نيسر لك متى ما أردت ذكره أن يتيسر لك، لأن دليل الحفظ شنو هو؟ اللسان. تكون في صدرك أشياء تحفظها الذي يدل على حفظك هو أنها تذكرها متى ما أردت وتتلوها متى ما. ومن التلاوة، إن التلاوة إيش؟ هو قراءة الشيء يتلو بعضه بعضا، أو قراءته تلو نزوله، وهذا كنت أنبيكم عليه، وهذا من وظائفه صلى الله عليه وسلم الأولى، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم، يتلو أي يقرأ عليهم تلو نزولها، أو يتلو بعضها بعضا بحسب تنزيلها، أو أنه صلى الله عليه وسلم مكلف بترتيبها في التلاوة كما هو الذي حققه الأئمة، ولذلك كان جمع ترتيب الآيات توقيفا منه صلى الله عليه وسلم بحسب الوحي، إنه كان يقول له يقول للذين يكتبون ضعوا هذه إذا هذه، وكان له جبريل يقول ضع آية كذا إذا كذا. أسماء القرآن الأعلام، الأعلام التي إذا أطلقت انصرفت إليه بالإطلاق، أولها وشرها القرآن، يليه الكتاب لأنه مشترك، أطلق حتى على التوراة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وفي القرآن لأنه نزل فعلا مكتوبا كما وكتبنا له في الألواح، قال تعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهذا مشترك، ولكنه أيضا أطلق على الكتاب كثيرا، كتاب نزلناه إليك مبارك لتدبروا هذا كتاب نزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وثالثها الفرقان، الحمد لله الذي أنزل عبده الفرقان أي القرآن، وتسميته بالكتاب سبق لنا تسميته بالقرآن معناه المجموع في نظام، فملاحظ في تسمية الكتاب نسق، ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش لاجتماعها على نسق، عند صدر وعند جيل وعند أجنحة، كتيبة الجيش كتيبة. وفيه أيضا في الكتابة معنى توثيق الشيء بما يحفظه بمرئيين، ومنها يعني ما ذكر في الشعر الجاهلي من قول حجيم يعني لا تأمنن فساريا إذا حللت به على قلصك واكتبها بأسياري، اكتبها بأسياري معنى قيد ناقتك قلص، هذه الناقة قيدها بأسياري، جمع سير سيور أسيار
الجلد القوي الذي يشد به. اكتبها يعني اجمعها يعني مع أثبتها بأسيار بشيء ظاهر يوثقها يحفظها. ومن قول العرب كتب فم الشقاء، فم الشقاء القربة كتبها، معناه عقدها بما يحفظها، يحفظ ما فيها، ما أوعي بها من ماء أو غيره، كتب فم الشقاء. إذن فكان في الكتاب إشارة لمعنى النظام، وإشارة لمعنى الشيء الذي يحفظها، لأن الكتابة موثقة للمقروء، والمصاحف كما شرف لنا أصول تواني مؤكدة للأصل القرآني. احفظوها إن شاء الله، أصول ثواني مؤكدة مثبتة للأصل القرآن. فكان الله شاء أن يحفظ كتابه في الصدر ويحفظ في السطر. يقول بعض الأدباء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني كان هذه أشياء. ولذلك عندنا نحن في المغرب بالخصوص، في المغاربيين أنا، أنه حين يعلمون باللوح القرآن لا في المصاحف، ويتعلموا المتعلم يعني من ابتداء يتعلموا المرسومة مع المقروء. وعندنا لا يجاز القارئ، معنى لا يجاز حتى ولو إجازة شفوية، وينوه به من طرف الشيخ إلا إذا ضبط الرسم والرقم، مع الرسم والرقم هو الآيات ولا الوقف، على الأقل الرقم الوقف والرسم المكتوب، والعلم القرآن هذا، وقرب بجدنا علما يعني أي وحيا ها أو فهما فيه أو الحكمة. ننزل الأحكام وألهم الحكم والمعاني. إذن هذه الأعلام الثلاثة وخاتمتها ثلاثة الفرقان. زاد سيدنا الذكر، هذا ذكر مبارك، إن نحن نزلنا الذكر، قلت هذا من الأعلام، ولكنه أهم من الكتاب، لأن الذكر إما أن يفسر بمعنى المذكر فيكون راجع للمعنى، وإما اسم مفعول بمعنى مذكور، ذكر بمعنى مذكور، وهذا سابق، مذكور في الصدر حفظا، ومذكور في الصدر رسما، مذكور في الكتاب يعني يقرأ فيه، فيطلقه على الشيء المقروء على الشيء المكتوب أنه ذكر، أو يكون مذكر بمعنى أنه ذكر بما ينبغي أن يذكر في باب العلم وفي باب العمل، في باب الاعتقاد وفي باب الانقياد، وهذا ذكر مذكر، أذكر به، إنما أنت مذكر أي بهذا الكتاب، لأنه ذكر. والذكر من الأسماء التي ترادف العلم، قالوا هذا علم وهذا ذكر، إذ لا يذكر بالجهل، وإنما سميته بالذكر بدل العلم هنا مش أخرى، لأنه ميسر ومدلول عليه بالآيات الثلاثة، آية الفطر وآية الفكر وآية القدر. فجاءت آية الكتاب مدلول عليها بهذه الشواهد الكبرى، فذلك بانت إلى الحد الذي يقال في العلم بها ذكر، كان المعرفة بها سابقة، وإنما جاء النبي لمجرد التذكير. سؤال سيدي فلان مثلا جاهل بالشيء يعلم، والذاهل عنه كانت يعرفون شاه أش ديروا هنا، هذا يعلم ولا يذكر؟ يذكر فايش يذكر، إذن هذا يحتاج إلى أقل مذكر أقل منبه. فكأن معارف القرآن هي من هذا النوع، لا تخرج عن دلائل الفطرة التي في أصول المكونات، ومنها أنت فهمك ووعيك. إذن عندنا شحال الأعلام هنا؟ أربعة ذكرها، القرآن والكتاب والفرقان وسأجي أرجع إليه والذكر، أربعتها. هناك من كمل العدد بثلاثة أخر، وجعل الباقي أو البواقي مما أطلقها القرآن صفات وليست أعلاما، ومن شهد له الذي أنهى إلى 55، والزركشي الذي أوصلها إلى 100 أو تقرب منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.